لا علقت اللعبة. لا اللعبة علقت يا يعني. اللعبة علقت يا يعني. صح ولا لا؟ تكفون قولوا لي اللعبة علقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثالثة من سكيرو. كثير من الإشاعات سمعتها من الشباب جوني قالوا لي ها انجلت بسكيرو ما قدرت تكمل. لا والله ما هو بسالفة انجلت، ما شغلتها نهائيا من بعد ما صورت الحلقة الثانية. كانت فترة كود مفتوحة البيتا، حاولت انزل مقطع لكن واجهت مشاكل بالتصوير، وعندكم فيفا يعني في العاب كثير نزلت حاولت والله اني انزل عنها. واذا شفت في تفاعل على هذه الحلقة راح اكمل بسرعة بشكل شبه يومي في سكيرو على بال ما ختمها. وبس نشوف البوس اللي بعده. طيب خلينا نشوف الطريق حاليا وين يودينا. الظاهر انه يسار. ايوه اللهم اجعلها خير، اللهم اجعلها خير. او ماي جاد يا عيال، او ماي جاد يا عيال، وش ذا؟ اعوذ بالله. انا اقول الهزه هذي اوكي بيبدا يطلع من هنا، بشوفها بس بشوفها. او ماي جاد جاي من هناك، ما شفتني صح؟ هذا شلون تقاتله؟ تكفون يا عيال، مش في المنطقة هذه قتال. اوكي في عشب. اوكي جميل 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 جميل. طيب الخطوة اللي بعدها بيتم هجول هنا. اوكي او ماي جاد، شافني 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 شافني. وين الطريق؟ والعشب تكفى. ايوه لا 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 اركض اركض. اوه ماي جاد انا شجرة. الله اوكي هنا الطريق. وين هو؟ حلو حلو حلو، تايمين كويس، سلك معي الظاهر. كان مفروض اني انتظره يجي هناك. اوكي وخر 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 راسك وخر راسك. ايوه اوكي ما في الا الكوخ هذا. بسم الله وربي ما شاء. هلا 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 والله يا مرحبا. عين واحدة راحت، نص ثلثة يعني يعتبر. لا مستحيل فايت كذا. سمعني صياحك وربي. بعث بعث بس وين الطريق؟ وين هو أصلا؟ أوكي فرفر هناك يا ابني. وخر خلنا شوي نشوف الطريق. والله صادق اللي قال لي لسه ما لعبت سكيرو. بوسين هذا المدري الثلاث اللي واجهتهم كانوا مقبلات فيه فوق بس. اي اوكي سركي تكفى سركي فوق بعد مره ثانيه. يا سلام يا سلام تكفى راح خلاص خلاص افتكينا من شره. توقعت اني بجلس عندها اكثر صراحه بس الحمد لله انها عدت على خير. شوف شوف الشخصية وشلون، هذا كله بس من عينه يا. اوكي بسم الله. تنصت اشارة دخانية من بوابة القلعة الكبيرة، حتما ذلك هو غيوبو الشيطان اللي العملاق هذا اللي هنا. خلنا نفتك من صادوني بس العملاق ما درى ماسك راسي مصدع مسكين. يلا يا قلبي ارمي له حبه بنادول فاتح فمه مسكين. صيح والله تسمعونه مسكين. اهم شيء افتكيت منك البقيه عادي. انا بدي اضبط المهارات لاني ما شريت للحين اي مهاره، فالوضع جدا جدا غلط. خليني اعطيها السفر. كفون مهارات ايش عندها هذه؟ اوكي زدنا شو اسمه حق الهيل. اكتساب مهارات الله اكبر اخيرا. طيب كم عندي انا؟ خلنا ناخذ الزوبع القاطع بحيث تفتح لنا الحلوين هذا وتكون كذا. وعشان نفتح المهارات الثانيه لابد ان نرجع ونجلد. وين حارس البوابه هذا حقكم؟ اسمي قيوبو ماسكاتا اونيو.
الله نعم. طالما انا حي لان دعك تعبر بوابة القلعة. طيب يا بابا. طيب اعطوني خيل يا مبارزة بنر لورد. انا امه حتى بالخيل يضرب يا عيال. الله يذكرني باول شخصية في الدرينج. خلنا نستخدم النهارة. طيب الله يخرب بيت ابو جدك يا خيل يا ابن ال ثور فوق حصان. الوضع ايزي وسهالات يا شباب. الوضع ايزي وسهالات. الفيز الاول بسيط جدا. تجي تعطيه 6 ضربات 2 3 4 5 6 وبعدها تخليه شوي يفرفر. هنا لازم تصد مرة وهنا مرتين. الحين يبدا الاكشن. يبدا ايش؟ يبدا الاكشن. يتعب تعطيه ضربة لأنه يرجع الكلب بسرعة. أنت تيجي تنسحب عنده شوية تعطي ضربة بعدين صد صد. والله أنا صديت بعدين صد بعدين صد بعدين تموت. عرفت؟ بعدين تموت. إيزي الوضع. هذه اللي هذه أنا ترفع ضغطي. ضربة صد بعدين تعطي المهارة عند صد 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 بعدين تعطي المهارة. ضربة صد 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 يعني تعطي المهارة. بعدين مرة ثانية المهارة وتصقع. بعدين هذه الكريهة اللي ترفع ضغطي. ها نروح له بعدين صد 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 بعدين المهارة. بعدين ايش هذا؟ انهم ضربة بعدين صد 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 وتصد. لا بعدين تنحاش لان الكاميرا ايش؟ الكاميرا تستهبل. شافتك مأدي صح الكاميرا تستهبل. بعدين صد بعدين صد وتصد. اي ارفس ارفس صد صد بعدين الفيز الاول يخلص. بعدين تضرب ضربتين ثانية شرد منها. بعدين تروح ضربة صد 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 بعدين تنخبز. بعدين تهيل سلمنا. شوف الكاميرا. بعدين تكفى الكاميرا. ليه يا شباب ليه كذا؟ او ماي جاد هذه ماني متعود عليها. بوابة القلعة سوف الله يقلعك انت والقلعة حقك هذه. جي 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 اللي بعده اللي بعده اللي بعده. اللي بعده يا رجال هجت من اولها. You're
او ماي جود ما صديتها. كان اسرع راوند بيكون. جالس احترق من النيران انا. الكنترول عندي هز قبل شوي وانا في النار، ولا كان يمديني اخلص الفيز الاول. يلا بس يلا 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 على اللوبي. حلوين كذا صقعتين على السريع. نهيل ما نحتاج نهيل. تأخرت تأخرت. اوه ماي جاد هذه انسى تصدها. بس السلام عليكم. حرام والله كانت بداية. تعال هنا تعال. كنا هجة تعال. يا أخي هذه ثاني مرة هنساها نفس الخرا. لا تكفى تكفى لا 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 ما يمديني أضرب. تكفى إلى اللوبي يا عزيزي إلى اللوبي يا عزيزي. وات يا عيال ايش اللي صار؟ انا شفته باقي. What the fuck علقت اللعبة يا عيال ولا ايش؟ يا هو لا علقت اللعبة. لا لا اللعبة علقت يا عيال. اللعبة علقت يا عيال صح ولا لا؟ تكفون قولوا لي اللعبة علقت ارجوكم. What the fuck مليون بيري. وبعدين يعني لمتى بنكسب؟ حفظت قرونة. واو اتحدى احد جاب 20 بيري. والله ما خليك والله ما خليك تحسبون لي الفوز يعني تحسبون لي اياه. اي هذي حق الغبنة يقولون لي نزل غبنتك عرف يقولون لي نزل غبنتك. يب هي كذا اللعبة مصممة. مستحيل هذا قلتش. لا نحاش. سامحني. والله مسامحك دنيا وآخرة بس فكني من شرك. نقدر نفتح مهارة جديدة ولا لا الحين؟ أوكي بنرجع للشايب اللي يضبط اليد ونعطيه هذه. يمكنك إنشاء أدوات صناعية. حلو. أتمنى الحلقة نالت إعجابكم يا شباب. أتمنى تدعموني بلايك وكومنت. وفي أمان الله. السلام عليكم.